بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك في حلقة جديدة من برنامج مجالس الذكر. كنا قد بدأنا في الشهر المنصرم نتحدث عن كتاب جديد، وهو كتاب قيم للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام، مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، وهو كتاب فلسفة تعليم الإسلام. سيتسنى من خلال هذا البرنامج أن نتلقى اتصالاتكم، فنسمع تعليقاتكم وتساؤلاتكم، ونتمنى أن تكون هذه التعليقات ضمن الموضوع الذي نحن بصدده، كي يتسنى للمشاهد أن يعي ما نقول ولا نشتت أفكاره. خلفية الكتاب هي مؤتمر للأديان قبل حوالي 118 سنة، حيث أن هناك عالم هندوسي قال: لماذا هذه الخصومات الدينية التي لا حاجة لها؟ لماذا لا نجلس في مكان واحد في مؤتمر، كل واحد من مندوبي هذه الأديان يأتي ويجيب على 5 أسئلة؟ كان منظم المؤتمر قد وضع 5 أسئلة، ويتسنى هكذا بهذه الطريقة، سيتسنى للجميع، لجميع المشتركين من علية القوم، من المحاضرين والأطباء والسياسيين، أن يسمعوا، وزعماء الدين يسمعوا هذه الخطابات، وطبعا كل يقرر ما هو الدين الكامل الذي يجيب على هذه الأسئلة المطروحة. وطبعا هذا يعني هذه الدعوة أرسلت للمسيح الموعود، وقال بأنه كتب كتابا أو كتب خطابا عظيما، وسطره بتأييد إلهي خاص، وهو يفوق الطاقات البشرية. وهذا الكتاب وهذا الخطاب هو الكتاب الذي نحن بصدده اليوم، وقال بأن الله سبحانه وتعالى أوحى له من خلال الكشف والوحي أن هذا الكتاب سيكون غالبا على غيره، بل أنه سوف يلمع، وأن كل من سينصت لهذا الكتاب من أوله إلى آخره لهذا الخطاب طبعا سيتولد في داخله نور. وسبحان الله، لقد كانت بشرى عظيمة للطلاب الحق، ففي هذا المؤتمر وقف آلاف الناس لساعات طويلة ليستمعوا هذا الخطاب الجليل، وكان يهتفون بآيات الحمد والشكر للخطيب ولمؤلف هذا المقال، بل أن هذا الاهتمام وصل إلى المجلات والجرائد المحلية التي مدحت وقالت أن المنتصر في هذا المؤتمر كان خطاب الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، بل أن هذا الاهتمام العظيم قد خرج من أقطار حدود الهند ووصل إلى مجلات أوروبية وحتى إلى أمريكا، حيث أنها ذكرته ومدحته في جرائدها المحلية، بل وصل هذا إلى المشاهير من الناس، ومنهم الفيلسوف الشهير والكاتب الروسي تولستوي الذي أيضا هو مدح هذا الخطاب. الأسئلة التي كانت في هذا المؤتمر والتي كان على كل مندوب أن يجيب عليها هي كالتالي: السؤال الأول، حالات الإنسان الطبيعية والأخلاقية والروحانية، ما هي حالات الإنسان الطبيعية والأخلاقية والروحانية؟ السؤال الثاني، ما هي حالة الإنسان بعد الموت؟ السؤال الثالث، ما هي الغاية الحقيقية من الحياة الدنيوية للإنسان ووسائل تحقيقها؟ والسؤال الرابع، تأثير الأعمال على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة؟ وكان السؤال الأخير، وسائل العلم أي المعرفة الكاملة. طبعا في هذا البرنامج إن شاء الله سوف نستمر في مناقشة هذا الكتاب، ولأجل هذا الغرض نستضيف كل من الأساتذة الأفاضل، أستاذي الكريم تميم أبو دقة والأستاذي عبد القادر مدلل. أهلا وسهلا بكم ومرحبا ضيوفي. أستاذ تميم، طبعا الموضوع موضوع شيق وجميل، فيه نوع من التركيب، يعني ليس من السهل أن يفهمه طبعا المشاهد، ولهذا سوف نقوم ببعض المراجعات ونذكر بعض الموضوعات التي ذكرناها في الحلقة السابقة. وطبعا في الحلقة السابقة ذكرنا أيضا الكثير من المواضيع التمهيدية التي لابد من مراجعتها. في السؤال الأول، يقول المسيح الموعود عليه السلام أنه على من يشترك في هذا المؤتمر ويلقي هذه المحاضرة عليه تقديم الدعوة والدليل من الكتاب السماوي الذي ينتمي إليه طبعا. لماذا؟ بارك الله فيكم.
بداية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال أود فقط أيضا أن أذكر بأن هذا المؤتمر في الواقع كان من الفعاليات التي يطمح المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إليها باستمرار، لأنه كان يرغب دائما أن ينظر بعين المقارنة إلى الإسلام وإلى الأديان الأخرى، وعند ذلك سيتبين الفارق المهول بين هذا الإسلام العظيم وبين الأديان الأخرى التي عمليا إن كان فيها بعض الجوانب من الصحة أو من الجمال فإنها لا يمكن أن تقارن بهذا الجمال وهذا الكمال الذي يحتويه الإسلام العظيم. والحقيقة أن منظم المؤتمر في الواقع كان قد تشاور مع المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في البداية، وهذه الأسئلة الخمس هي في الواقع من فكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، لأن الأديان الأخرى حقيقة لا تعرف هذه المعارف ولا يمكن أن تشير إليها حتى إشارة إلا من باب بعيد، أي لا يمكن أن تقدم معلومات وافية حول هذه المعارف، بينما هذه المعارف يقدمها الإسلام، يقدمها القرآن الكريم بشكل كامل، بشكل جميل، بشكل رائع، يخلب الألباب ويجذب الانتباه. والحقيقة كما تفضلتم أنه عندما بدأت تلاوة هذا الخطاب على لسان أحد صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وهو المولى عبد الكريم السيالكوتي، الناس تلقوا هذا الخطاب بكثير من الاهتمام، وجعلوا بعد كل فقرة، كلما استمعوا إلى فقرة كانوا يظهرون التوق والثناء ويعني ويهتفون ويشعرون بالنشوة لهذه المعارف التي كان يقدمها هذا الكتاب. وأيضا مدد المؤتمر، مددت ساعات الخطاب لأن الوقت المحدد لم يكن كافيا، فأراد منظمو المؤتمر إضافة إلى الحضور أن يتم تمديد الوقت، وأيضا كان هنالك مندوب آخر عن الإسلام، لأن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في الواقع كان يمثل الإسلام في هذه الفعالية، يعني هذا الكتاب هو عن تعليم الإسلام وعن القرآن الكريم، وكان هنالك من مفهوم المسيح الموعود طبعا ولكنه يعني لا علاقة له بدعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر، وإنما هذا الكتاب يوضح تعاليم الإسلام، يوضح هذه التعاليم العظيمة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. فهذا المندوب الآخر وهو أحد المشايخ الذين كانوا على ما يبدو لديهم شيء من الصلاح تنازل عن وقته مقابل أن تستمر تلاوة هذا الخطاب، ثم بعد تمديد هذا الوقت أيضا فرح الجمهور من هذا القرار طبعا. نعم، ثم بعد تمديد هذا الوقت أيضا بقيت أجزاء لم يتم تلاوتها، فقرر منظمو المؤتمر أن يتم تمديد المؤتمر ليوم آخر. وفعلا استمر المؤتمر ليوم آخر، وتلقى الناس هذا الخطاب بالكثير الكثير من النشوة ومن الفرح والسرور لما سمعوه من أمور عظيمة في الإسلام. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في أول خطابه قال كما تفضلتم إنه ينبغي على من ينتمي إلى دين معين، على من يؤمن بكتاب معين، أن يلتزم بهذا الكتاب عندما يقدم أي دعوة، وأيضا يقدم الدليل عليها من نفس الكتاب، ولا يجوز أن يقدم دعاوى هكذا في الهواء من فكره الخاص ومن فلسفته الخاصة، لأننا لا نريد نحن أن نحاكم الآن أو أن نعرف فلسفة هذا المتحدث، وإنما نريد أن نعرف ماذا يقول هذا الدين بنفسه. المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال إنني سألتزم بهذا الأمر، بل إنني لن ألجأ إلى الأحاديث، مع أن الأحاديث في الواقع هي خادمة للقرآن وتفسير للقرآن الكريم، ولكنني لن ألجأ حتى للأحاديث في تقديم الدعاوى وفي تقديم الأدلة عليها، وإنما سألجأ إلى القرآن الكريم، لأن هذا هو يوم ظهور جمال وجلال القرآن الكريم. يعني كان يرى أن هذا الحفل، هذه الفعالية، هذا المؤتمر يمثل عرسا يظهر من خلاله
هذا الجمال وهذا الجلال للقرآن العظيم. وبالفعل هذه كانت نقطة في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس، كثيرا من المتحدثين باسم الأديان يتحدثون في أمور لا أصل لها أصلا في هذه الكتب. والواقع أنهم أن أهل الكتب جميعا لو حكموا بناء على ما تحتويه كتبهم لحلت كثير من المعضلات. الله تبارك وتعالى عندما يقول وليحكم أهل التوراة بما أنزل الله فيه، أو وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، هم الكافرون، هم الفاسقون. القصد أن الله تبارك وتعالى يبين بأنه فعلا هذا هو المرجع دائما، كل كتاب يجب أن يكون هو الحكم، ولو احتكموا له لأدركوا الخطأ من الصواب. يعني لا شك أن الكتب التي في أيديهم الآن فيها كثير من الأخطاء، وفيها كثير من الأمور المدخلة والمدرجة والمحرفة، ولكن لابد أن تكون هي المرجع بالنسبة لهم، المرجع لمعرفة هذا المحرف والمشوه، والمعرف وأيضا هي المرجع لمعرفة الصحيح، وإلا فإنهم سينسجون الكثير من العقائد والمفاهيم التي لا علاقة لها بدينهم، ويظنون أنها من دينهم، وعند ذلك تتعقد المسألة وتصبح شائكة للغاية، يأخذ الأفكار من ديانة أخرى. نعم، وهذا ما يحدث، والمستمع لا يعرف إن كان من كتابهم أو من كتاب آخر. نعم، يعني على سبيل المثال فيما يتعلق بالمسيحية، المسيحية لو عادت إلى الأناجيل فإنها لن تستطيع أن تقول بهذه العقائد الشركية بالتثليث مطلقا، ولا بالفداء، ولا بالكفارة. كل هذه الأمور لا علاقة لها بالأناجيل الأربعة، وإنما الكفارة وردت في رسائل بولس، والتثليث لم يرد أصلا مطلقا لأنه أدرج لاحقا بعد أكثر من 300 عام واعتمد. فالقضية أن هذه العقائد أصبحت الآن جزءا من الديانة المسيحية، بينما لو عادوا فعلا إلى هذا الكتاب لأصبحت الأمور محلولة، لانتهت كل هذه الإشكالات، لحلوا إشكالاتهم فيما يتعلق بينهم وبين أنفسهم، وأيضا لأصبح من السهل الحديث معهم. بينما هذه الأمور المنسوجة المضافة المختلطة التي يقدمها علماء الدين والأحبار والرهبان تصبح حائلا بين الإنسان وبين معرفة كتابه وبين من الباطل. فبتأكيد على هذه النقطة التي لا يمكن أن يرفضها أحد منطقيا، المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فعلا وضع الأساس الراسخ لغلبة الإسلام وغلبة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم فعلا يقدم هذه الدعاوى لهذا الدين، يقدم العقائد لهذا الدين، ويقدم الأدلة على صحة هذه الدعاوى من نفس الكتاب. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم أخي عبد القادر. في بداية الكتاب يذكر المسيح الموعود عليه السلام الحالات الثلاث للنفس الإنسانية، يذكر النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. طبعا ذكرنا هذه أمور يعني يعرفها، وهي أمور تمهيدية في البداية. طبعا ما المقصود بهذه الحالة الأولى ألا وهي النفس الأمارة؟ ماذا نقصد بالنفس الأمارة؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بداية قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني وددت أن أضيف بالنسبة لهذا الكتاب وذلك المؤتمر الذي كان فعلا هو آية على صدق الإسلام وآية على صدق المسيح الموعود عليه السلام، لأنه في هذا المؤتمر قد اجتمع ممثلو ومندوبو الديانات كلها في إقليم البنجاب وفي شبه القارة الهندية. ويعني الحقيقة أن يعني استماع الحضور بهذا الشغف وهذا الانجذاب لهو دليل على أن الفطر إذا ما السليمة إذا ما تحررت من التعصب وأصغط، وهذا ما دائما ينادي به القرآن الاستماع وحسن الاستماع، فإن هؤلاء الناس وتلك الفطر سوف يميزون الحق من الباطل، لأن الإنسان في هذا المرحلة من التكوين بلغ من النضج العقلي أنه يستطيع إذا ما تحرر من الموروث العقائدي والثقافي أن فعلا أن يميز أين
هو الدين الحق. وهذه مهمة المسيح الموعود عليه السلام، أنه جاء ليظهره على الدين كله، ليظهر الإسلام على الديانات كلها. ولذلك أنتهز هذه الفرصة لأوجه القارئ العربي أنه بكل أسف أنه كثير من علماء المسلمين لغاية الآن لم يقرأوا هذه التحفة الجميلة التي تظهر جمال وعظمة ديننا الحنيف. الذي في عنده أي غيرة على ديننا الحنيف يجب أن يرجع لهذا الكتاب ويرى عظمة هذا الكتاب، لأن مؤلف هذا الكتاب قد استقى هذه التعاليم وهذه الفلسفة من القرآن الكريم، ذلك الكتاب المحفوظ، ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. فبداية بما يتعلق بالتساؤل الأول، وأن المسيح الموعود عليه السلام في كل جملة في هذا الكتاب قد أسندها إلى القرآن الكريم، فعندما هو يقسم حالات النفس البشرية إنما يستند في ذلك إلى آيات قرآنية. فبداية هو تحدث عن النفس الأمارة بالسوء، ثم بعد ذلك تحدث عن النفس اللوامة والنفس المطمئنة. وعندما تحدث بداية عن النفس اللوامة التي هي حقيقة تعد منبعا كما بيّن حضرته للحالة الطبيعية، تلك الحالة أو أقصد يعني تلك النزوات أو الرغبات أو الميول النفسانية التي هي فعلا تتكون منها النفس البشرية، فيقول أن هذه النفس الأمارة التي تأمر صاحبها دائما بالسوء وتجنح به إلى ارتكاب السيئات هي حقيقة التي تؤدي في الإنسان في النهاية إلى الوقوع في الهاوية وإلى حالة من الانحطاط، الحالة الأخلاقية والروحانية. بمعنى أنه لإصلاح الحالة الأخلاقية والروحانية بداية لابد من إصلاح الحالة الطبيعية، وإصلاح الحالة الطبيعية يتحقق من خلال الانتصار على هذه النفس الأمارة بالسوء، من خلال كبح جوامح هذه النفس الأمارة بالسوء بتوجيه طبعا من العقل وتعاليم الإسلام والمعرفة الإلهية. فهذه النفس يعني الأمارة بالسوء هي موجودة في النفس البشرية، في أي نفس بشرية هي موجودة هذه النوازع. ليست شيء سيء وجودها كحالة طبيعية النفس الأمارة، ليست شيء سيء، ولكن إذا الإنسان دائما يعني كان يتماشى حسب إرادة هذه النفس ولم يعمل على ترويض هذه الأمور الطبيعية ولم يفعل عقله، فهو يكون تحت قيد النفس الأمارة دائما. يعني حقيقة هو الإنسان لا يكون إنسانا بدون هذه النفس الأمارة وبدون هذه الحالة الطبيعية، وهنا يستطيع الإنسان أن يرتقي ويحقق الهدف من وجوده. طبعا هذه إحدى التساؤلات في هذا المؤتمر عندما سألوا ما هو الهدف من وجود وخلق الإنسان أصلا، الهدف هو أن الإنسان يصل إلى حالة من الاتصال مع ذلك القدوس، مع ذلك الإله، من خلال النشأة الأخرى والثانية للروح، وهي الحالة الروحانية التي تتحقق بداية من خلال هزيمة النفس اللوامة أو الأمارة بالسوء، ثم تحقيق الحالة الأخلاقية من خلال النفس اللوامة. إذن باختصار النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي دائما تجنح بالإنسان إلى ارتكاب السيئات. الإنسان سلوك هذا الإنسان وتصرفاته هي نابع حقيقة من قواه الطبيعية التي ليس للعقل دور في كبح جماح هذه النزوات وهذه الرغبات. فالإنسان في هذه النفس أو في هذه الحالة هو حقيقة هو في تصرفه وفي سلوكه وفي مواقفه وفي أفكاره هو من خلال حقيقة يعني سيطرة طباعه، ويكون الإنسان كما قال المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب بأنه يشبه الحالة البهيمية أو الحالة السبوعية، يعني إنسان أقرب إلى حالة الأنعام، يعني وكأن عقله معطل، يعني لا دور للعقل في توجيه هذه الطباع أو القوى الطبيعية التي أصلا هي وجدت من أجل تطور الإنسان، ومن خلال هذه الطباع يستطيع الإنسان أن يحقق غايته في هذه الحياة الدنيا، وهي إقامة علاقة الحب والهيمان مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يستطيع أن يدخل الحياة الفردوسية في الدنيا قبل الآخرة. أخي تميم، أستاذ تميم، الحالة الثانية المذكورة في الكتاب هي النفس اللوامة
التي تلوم نفسها على إتيان السيئة، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه النفس فهذا يدل على مقامها العالي، حيث يقول الله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. طبعا لابد من تفصيل كي يستطيع المشاهد أن يفهم ما القصد من النفس اللوامة. يعني بداية، النفس الأمارة بالسوء كما تفضل أخي الأستاذ عبد القادر هي في الواقع يكون فيها الإنسان في حالة أشبه بالحالة البهيمية والسبعية، أي في حالة الأنعام والسباع والبهائم. طبعا الحقيقة أن هذه الطباع الأساسية الموجودة في الإنسان التي يشابه فيها الأنعام والبهائم يكون لها هدف، هي موجودة في الواقع لهدف، وهذا الهدف الأساسي من وجودها هو الحفاظ على حياة الإنسان والحفاظ على بقاء الإنسان واستمرار نسله. كما أن الحيوانات في الواقع طباعها يكون الهدف منها هو أن تحقق فعلا البقاء وتحقق الغاية من وجودها. يعني على سبيل المثال عندما تأكل البهائم ويعني تكثر من الطعام، فهذا لكي تسمن، لكي بعد ذلك تذبح، لكي تؤكل. هم لا يعرفون الهدف الذي من أجله خلقوا، يعني هذه الأنعام لا تعرف لماذا خلقت، ولكنها تسير بشكل طبيعي نحو إبقاء نفسها لكي ونحو تسمينها لكي تصبح في النهاية على الشاكل التي يريده الله تبارك وتعالى، بحيث يتم استخدامها في النظام الطبيعي الذي هو في النهاية لخدمة الإنسان. وكذلك بالنسبة للسباع، فالسباع موجودة أيضا لهدف وغاية، تريد أن تحافظ على وجودها وعلى بقائها، والله تبارك وتعالى يستخدمها أيضا من أجل التوازن البيئي. فالسباع مثلا عندما تهاجم من أجل الأكل فهي تهاجم لكي تحافظ على وجودها، وتقوم بهذه يعني أو تقوم بكل ما يلزم طبعيا للحفاظ على هذا الوجود والحفاظ على هذا الكيان. يعني على سبيل المثال الأسود تبقى دائما في صراع بقاء مستمر بينها وبين نفسها، بحيث أنه دائما يعني يكون هنالك أشبه بالمستعمرة أو المكان الخاص لكل أسد وما هو عدد من اللبؤات، وفي كل مرة يأتي أسد أقوى ويحاول أن يستولي على هذه المستعمرة ويطرد الأسد الأول، فإن انتصر أحد الأسود بعد ذلك يقضي على الأشبال ويبدأ بإنجاب أشبال جدد. الله تبارك وتعالى أصلا عندما أوجد هذه البهائم وهذه الوحوش يريد أن يعلم من خلالها الإنسان أنه إذا مال إلى هذه الطباع البهيمية والسبعية فإن أعماله ستكون قبيحة إلى هذه الدرجة التي يقوم بها هؤلاء، تقوم بها الأنعام والبهائم والسباع، ولكنها في الواقع ليست مؤاخذة ولا تدرك فظاعة الأعمال التي تقوم بها. ولكن الإنسان في الواقع إذا شبهها فإن الله تبارك وتعالى قد وضع لديه، قد أوجد عنده الشعور والإحساس بأن هذا العمل مستقبح ومستهجن ويجب أن لا يكون طابع الإنسان وطبيعة الإنسان. وهذا ما يشار إليه بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي عبارة عن طبيعة إنسانية أوجدها الله تبارك وتعالى في الإنسان لكي لا يشابه الأنعام والبهائم، بحيث لا يقوم بهذه الأعمال وهو مطمئن البال ومرتاح البال. يعني مثلا الأسد عندما يهاجم مثلا بقر الوحش ويختطف صغيرا ولد للتو لا يشعر بأي نوع من تأنيب الضمير على أنه قد أخذ هذا الصغير من أمه، بينما الإنسان على سبيل المثال والله إذا قتل أو سلب أو نهب من أجل أن يحقق مصالحه فإنه لابد أن تتحرك في داخله هذه النفس وتلومه وتقول لماذا فعلت ذلك، يعني ألا ترى أن هذا الطفل طفل صغير وكان يجب ألا تعتدي عليه، ألا ترى أنه لم يكن ملائما مثلا أن تسلب هؤلاء الناس أموالهم، أن تعتدي على أعراضهم، أو أن هذه الأمور. يعني هذه النفس في الواقع هي فعلا عبارة عن جانب راقي أو دعه الله تبارك وتعالى في الإنسان، ولأجل ذلك كرمه وأقسم به، وهو المنوط به بداية مشوار ترقي الإنسان لكي يتحول من الحالة الطبيعية الأساسية إلى الحالة الأرقى وهي الحالة الأخلاقية.
هذه الحالة الأخلاقية التي يهذب فيها طباعه ونزعاته الطبيعية ويقوم بهذه الأعمال بحيث يحقق بقاءه ويحقق حياته، ولكن لا يسيء ولا يدمر لحياة الآخرين ولا يؤدي ذلك إلى ظلم فظيع أو إلى أذى للآخرين. ففي الواقع يعني هي طبيعة أودعها الله تبارك وتعالى في الإنسان، وهي فعلا عبارة عن هدية عظيمة أودعها الله تبارك وتعالى للنفس الإنسانية، وبدون وجود هذه النزعة الطبيعية أيضا وهي اللوم على السيئات وعلى تجاوز حد الاعتدال في الأمور الطبيعية، فإنه ما كان يمكن للإنسان أن يترقى ولا أن يفكر في الرقي ولا أن يدخل في الحالة الأخلاقية. لكن المشكلة في النفس اللوامة أنها ضعيفة أمام النفس الأمارة بالسوء. نعم، وكثيرا ما تهزمها النفس الأمارة بالسوء، يعني الإنسان ينجذب بقوة نحو طبيعته نحو نزعاته، ولكن يؤنبه ضميره بين فترة وأخرى، فهو يحتاج إلى أن يقوي هذه النفس اللوامة، يحتاج إلى أن يطلب المعونة من الله تبارك وتعالى لكي يتحول فعلا إلى الحالة الأخلاقية ثم إلى الحالة الربانية، ولكن دون المجاهدة ودون العزم القوي على أن يتخلص فعلا من حالاته الطبيعية لا يمكن أن يحقق المطلوب. جزاكم الله خيرا. نأخذ بعض الاتصالات. نبدأ من الجزائر، الأخ محمد الصغير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام. كلامي الأستاذ تميم أبو بقى ومتابع بقدر مدن وإليك وإلى أمير المؤمنين. بارك الله لكم. جزاكم أنتم في برامج فلسفه تعاليم الإسلام، وهو من أروع البرامج اللي جابها الإمام المهدي عليه السلام. أنا ما قريت كتابه لكن من خلال الشاشة. هو أراد إعادة انتطار إلى سكته، لأن المسلمين خرجوا على انتطار الفلسفة الإسلامية الحقيقية وبقوا في الجانبيات، والإمام المهدي هو عجز جميع الديانات أن تأتي بمثل ما هو موجود في القرآن، وهذا صحيح، لأن القرآن فلسفة تعليم الإسلام اللي جاءت في القرآن أولها التكافل الاجتماعي اللي جاء به الإسلام واللي وقع فيه الخلاف. أفهمتنا من أول من بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا على كيفية الزكاة وكيفية الجهاد وكيفية كذا، وقع ما وقع إلى يومنا هذا فيه. وأنا أرجو منكم أن تدرسوا هذه الفكرة في المستقبل إن شاء الله، أنت الزكاة أين تذهب من أين تأتي وأين تذهب، وكذلك النفقة من أين تأتي وأين تذهب ومن هو صاحب النفقة، وكذلك مسألة الجزية. وهذا هو نقاط الخلاف الموجود الآن من وقت أبي بكر الصديق إلى يومنا هذا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. نأخذ الآن الرعاية الحسن من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. نأخذ الآن الرعاية الحسن من المغرب. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنك ستسمع ما قلناه بعد الثواني، يعني هذا سوف يشوش. فقط أريد أن أضيف أن هذا المؤلف لو كان في حوزة جماعة دينية أخرى لرفعته ولجعلت منه طعما لاستقطاب الجن والإنس، ولما كانت الجماعة الأحمدية لا تعتمد هذه الأساليب الخفيفة فإن هذا الكتاب لم ينل حده من التعريف والشهرة بعد، فهو يستحق أن يدرس على مراحل في كل الأقسام الدراسية، لأن فيه ما يناسب الصغير والكبير، كل يغرف منه على قدر حجم كفه، وكل قراءة جديدة لهذا الكتيب تزيدك مدارك جديدة، فهو جد مركز أودع فيه المسيح الموعود عليه السلام معارف جديدة وعجيبة تسحر العقول وتأخذ القلوب إلى سماء العرفان، وكيف لا وهو إيحاء من الله عز وجل،
وعندما تشرع في قراءته تشعر أن كل جوارحك تستنفر، وذلك دليل على أنه من نبي القرآن وأن كاتبه من المطهرين الراسخين في العلم. والذي أعجب له أن الترجمة لم تفقده جماله ولا يتضمن ولو خدش تغييرا للديانة الأخرى التي كان يتحداها، فبئس المكتبة التي لا يوجد في رفوفها. ولو أتيح أن ينظم مؤتمر آخر للأديان فلن يكون النص إلا أكثر من السابق، لأن التغطية الإعلامية الآن أقوى والعالم قرية صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرا، هذه وظيفتكم أن تجعلوا الناس يقرؤون هذا الكتاب في المغرب، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. إذا أخي عبد القادر، نعود طبعا إلى هذا الموضوع الذي لقد ذكرنا أولا النفس الأمارة، وذكر أخي تميم النفس اللوامة، النفس التي لا تريد من الإنسان أن يقع في يعني في قبضة النفس الأمارة فيحاربها طبعا ويروض الأمور الطبيعية. الآن نفس، نأتي إلى الحالة الثالثة. أما الحالة الثالثة فهي النفس المطمئنة، ورد ذكرها في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما هو المقصود من النفس المطمئنة؟ نعم، يعني بداية كما تفضل أخي الأستاذ تميم بأن النفس الأمارة والنفس اللوامة هي هاتين الحالتين يعني تكونا مجتمعتين في النفس البشرية، ويحدث الصراع بينهما، وتكون النفس اللوامة ضعيفة كما شبه المسيح الموعود عليه السلام بالطفل الصغير الذي يقع ثم سرعان ما يقوم ولكنه يبقى هكذا، يعني لم يشتد عوده بعد. ف في يعني حالات الإنسان تكون ما بين اللوامة والأمارة واللوامة. نعم، والأمارة هكذا، يعني أحيانا يسرع النفس الأمارة قوته اللوامة وأحيانا يمشي حسب. نعم، ما تريد، يعني أحيانا تغلبه النفس. نعم، الأمارة وأحيانا يغلبها. نعم، بسبب هذه الميزة التي أعطيت للإنسان مقارنة مع المخلوقات الأخرى وهي النفس اللوامة والضمير، وبذلك يستطيع الإنسان أن فعلا يرتقي بالاسترشاد بالعقل ومن خلال تعاليم الشريعة الإسلامية. إذن بعد ذلك يذكر المسيح الموعود عليه السلام أن الإنسان ينشأ نشأة أخرى، يعني هنالك حالة ثالثة ونفس ثالثة يعيشها الإنسان كأنه ولد ولادة جديدة. هذه ما تسمى بالقرآن بالنفس المطمئنة، وهذه النفس هي حقيقة منبع الحالة الروحانية التي الإنسان إذا ما يعني اتصف به أصبحت نفسه مطمئنة، أصبح منجذبا لله سبحانه وتعالى، وأصبح انجذابه كالنهر الجاري الجارف، فأصبح يعني يذوب في حب الله سبحانه وتعالى، أصبح فانيا في الله سبحانه وتعالى. إذن هو يشعر أن كأنه ولد ولادة جديدة وقد أحيى حياة جديدة ودخل الحياة الفردوسية في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي هنا تبلغ السعادة منتهاها، يعني هنا يتحقق الغاية من الوجود الإنساني، يعني كما ذكرنا عندما يصل الإنسان إلى هذه الحالة أو هذه النفس المطمئنة، عندما يكون الإنسان ربانيا متصلا بالله سبحانه وتعالى. ممكن سؤال فقط، يعني هذه الرفعة، هذه القفزة إلى النفس المطمئنة هي من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا الإنسان الذي يحاول يعني مرارا وتكرارا أن يتغلب على نفسه الأمارة ويمشي حسب التعليمات الإلهية ويقوم بالصلوات ويتقدم في جميع المجالات، فيقرر رب العالمين أن هذا الإنسان سيرفعه الله سبحانه وتعالى إلى هذه المرتبة المطمئنة، فهو قرار إلهي في النهاية. يعني هذا الإنسان ليس من فضل الإنسان أنه حارب ووصل إلى رقم معين من المحاولات، بل أن هذه أمور يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه هذه الهدية، دعنا نقول. صحيح، ولكن
بعد أن يبذل جهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني المسألة هي كالتالي، المسألة هو أن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يطيع نفسه اللوامة، وأن يترقى في الأمور الأخلاقية، أن ينظم أموره الطبيعية، أن لا ينساق وراء أموره الطبيعية، وراء نوازعه الطبيعية، سواء كانت لنقل فاعلة أو مفعولة. يعني لأن هنالك بعض النوازع الطبيعية السيئة التي تكون بدافع الفعل، وبعضها يكون بدافع يعني ترك الفعل. يعني أحيانا مثلا يكون مطلوبا من الإنسان أن يفعل شيئا فيفعل هذا الشيء ويبالغ فيه إطاعة لنزعاته الطبيعية، وهنالك نزعات طبيعية أيضا تحاول أن تمنع الإنسان من أن يقوم بعمل ما. فالنفس اللوامة تلوم الإنسان على عمله الذي أسرف فيه وعلى عمله الذي لم يقم به والذي كان ينبغي أن يقوم به. فالإنسان يكون في حالة النفس اللوامة دائما يلوم نفسه على هذه التقصيرات، ويسعى باستمرار لكي يضع عمله في نصابه، بحيث يتم تنظيم هذه النزعات الطبيعية ويتم القيام بالأعمال وفقا للحالة المثلى، وهي الحالة التي يتحقق بها تتحقق بها الحالة الأخلاقية أصلا. ما المعنى، ما مقصود بالحالة الأخلاقية؟ تفضل. رب سأل نعم. يسأل يقول نعم. هكذا، من هو هذا الشخص الذي ليس موجودا في حالة اللوامة؟ هو شخص دائما يمشي حسب ما تريد نفسه الأمارة، لأنك ذكرت أن هذه من الله سبحانه وتعالى، فهو لا يشغلها أبدا ولا يلوم نفسه ولا يراجع نفسه بالمرة، ويسير حسب ما أرادت أموره الطبيعية أو السبعية كما ذكرت. على كل حال لا يمكن هذه النفس اللوامة أن تموت في الإنسان تماما. نعم. ولكن يمكن أن تتضاءل أيضا بكثرة السيئات، وتكون ضعيفة طبعا، يعني أن تضعف أكثر، بمعنى أن الإنسان المجرم المسرف هو في الواقع يكون قد غض الطرف وأغمض واعتاد على ارتكاب السيئات، لدرجة أن هذا الصوت يصبح ضئيلا وضعيفا عنده، لكنه لا يختفي ولا يتلاشى. نعم. لأنه سيحاسب على هذا الأمر في الآخرة، وسيحاسب عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالذي يحدث هو أن الإنسان المسرف في السيئات في الواقع قبل أن يضع رأسه على الفراش لابد وأن تأتيه نفسه اللوامة وتقول لماذا فعلت هذا؟ لماذا فعلت هذا؟ أم لم يكن أجدر بك أن تفعل هذا أو أن تفعل هذا؟ نعم. ما هذه الحالة التي أوصلتنا إليها؟ هذا الحوار دائما يكون عند معظم الناس. نعم. ولكن النفس المطمئنة كما تفضل أخي الأستاذ عبد القادر، عندها يندفع الإنسان تلقائيا نحو الحسنات، وتصبح الحسنات بالنسبة له أمرا تلقائيا. يعني الله تبارك وتعالى ما الذي يريدون؟ نعم. وليس هذا فحسبه، إنما يصبح فعل الخير بالنسبة له تلقائيا، يصدر منه تلقائيا، لأن الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان في كل ما يتعلق على فكرة بأمور الإنسان أن يتدرب على الشيء، أن يكافح، أن يجاهد، لكي يصبح هذا الشيء الذي جاهد من أجله جزءا من طبيعته، يصبح العمل هذا يقوم به الإنسان دون تكلف ودون مجاهدة. نعم. يعني هو جهاد النفس اللوامة حقيقة يثمر الحالة الأخلاقية التي تؤهل الإنسان أن يصبح روحانيا فيما بعد. هذه قضية مهمة جدا، لأن الإنسان عندما يصبح خلوقا يستطيع أن يتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، يصبح قلبه مرآة تنعكس بها الصفات الإلهية. عند ذلك عندما يصل إلى هذه المرحلة من الصفاء، نعم، عند ذلك ينجذب قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويذوب في حب الله سبحانه وتعالى، فيصبح إنسانا روحانيا ويعيش هذه الحياة المطمئنة. وبالتالي يعني هذا الجهاد وهذه هي غاية الدين أصلا، والتي بكل أسف الآن يعني أصبح هذا التركيز على هذه الغاية. الغاية من بعثة الأنبياء أصلا هي بالنهاية أن يصلوا إلى خالقهم، ولكن صاحب هذا الكتاب، وهذا ما أنا متأكد، هذا ما يعني أبهر الحضور، لأن النفس اللوامة
هذه النفس هي موجودة يعني بكل بالفطرة البشرية بكل ألوان البشر وأنواعهم وأقصد انتماءاتهم الدينية المختلفة، لأنهم عند ذلك هذا الضمير سيستيقظ عندما يسمع هذا الكلام ويرى نفسه أنه فعلا هو واقع الآن بين الحالة الطبيعية والحالة أو النفس اللوامة. فعندما يسمع هذا الكلام فينشط، يحدث تنشيط في داخل هذا النفس، فينجذب أو دعني أقول أنه يستيقظ. هذا الكلام يوقظ القلوب والعقول، يجعلهم يستيقظوا. ما هذا الكلام؟ ما أجمل هذا الكلام؟ لماذا؟ لأنه هو يخاطب النفس اللوامة مباشرة، لأنه يشخص الحالة تماما. لذلك كان لهذا الكتاب ذلك التأثير القوي عند بعض الديانات الأخرى. يعني ذكرنا النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، أين كيف الصلاة هنا في هذا الانتقال تلعب دورا؟ يعني ذكرنا أن الإنسان يروض أموره الطبيعية طبعا ويشغل عقله، فهذه الأحوال هذه الأخلاق البدائية طبعا، ويرتفع من هذه الأخلاق إلى الأخلاق العالية الفاضلة وإلى الحالة الربانية. يعني يجب على هذا الإنسان أن نستعين بالله سبحانه وتعالى في كل هذه الطريق، أليس كذلك؟ يعني أننا نتحدث عن الأمور العبادات، تحدثنا فقط عن محاولات الإنسان في صد هذه الأحوال. يعني هنالك في هذه النفس اللوامة هنالك جانب متعلق بالفطرة الإنسانية، ليس متعلق حتى بالتعاليم. يعني الإنسان بطبيعته، يعني هذا طبعا الجانب الأول البدائي الأساسي فيما يتعلق بالنفس اللوامة، الإنسان يميل دائما إلى أن يرتقي، إلى أن يصبح خلوقا، إلى أن يصبح مهذبا، إلى أن تصدر منه الأفعال التي تجلب له الثناء الحسن بينه وبين أقرانه أو يحترم من خلاله نفسه. فهذه هذا جانب من الطبيعة الإنسانية الذي يثبت حقيقة أن الدين إنما جاء بالحق من الله تبارك وتعالى، لأنه جاء لكي ينمي هذا الجانب الطيب الذي تعرفه النفس الإنسانية وتعاينه، وتلبية لنداء الفطرة. نعم، يعني الدين الحقيقة هو تلبية لهذا النداء. فبداية كما قلنا الإنسان أحيانا قد يسعى لكي يتخلق بالأخلاق الفاضلة من باب أنه يريد أن يحترم نفسه، يريد أن يرى نفسه إنسانا مهذبا، إنسانا خلوقا. وهذا ما يحدث مع الملحدين على سبيل المثال أو مع أتباع الأديان الأخرى الذين يعني قليلا ما تؤثر فيهم تعاليمهم الدينية. فهم من ناحية مثلا يريدون حياة راقية، حياة متأدبة، حياة لا يعتدي فيها أحد على الآخر، حياة هادئة، حياة آمنة، حياة مسالمة. يعلمون أننا في حالة يعني في لو اتبعنا مثلا منهجا في حياتنا وفي تنظيم أمور وشؤون حياتنا بحيث ألا نؤذي الآخرين وأن تصدر منا بعض الأعمال الحسنة التي ترضي ضمائرنا، فإن هذا سيجعل حياتنا جميعا أفضل. فهذا الأمر فعلا يؤثر، يعني هو وحده قبل التعليم الدينية يؤثر. وكلما كان الناس أكثر وعيا لأهمية هذه الأخلاق كلما انجذبوا تجاهها وسعوا لكي يحققوها. وهذا ما نراه مثلا في الغرب الآن، يعني في الغرب يعلمون أن من المهم جدا أن يتحلى الإنسان بالصدق، لأن هذا الصدق يؤدي إلى بناء الثقة للتجار وبين أيضا المنتجين والمستهلكين. هذا أيضا في كثير من الشركات، طبعا لا أذكر الشركات، أن مثلا مسؤول الشركة يقف ويقول لقد أخطأنا في عملنا هذا ونحن سوف طبعا نعتذر لمن يشتري من منتجاتنا ونقول أننا سوف نأتي بتصليح معين. يعني نعم، وكان هذا له تأثير قوي جدا على المستخدمين. نعم، هو يدرك مثلا أن الصدق مهم جدا من أجل ثقة المستهلك. فيعني يسعى لكي يتخلق دائما بهذا الصدق، ولكن هذا الصدق سينهار فيما لو فعلا جابهته ظروف تؤدي إلى الخسارة أو الضرر الكبير. بينما لا يمكن للنفس اللوامة أن تعمل عملها الكامل، عملها الصحيح، إلا إذا كانت مرعية بالتعليم الدينية، موجهة بالتعليم الدينية، ويستند فيها الإنسان أيضا إلى المعونة الإلهية. يعني هي نعم، هذه النقطة المهمة. وهذا يعني ما جاء يقدمه مؤسس الجماعة للحضور، أنه بدون تعاليم الإسلام، وقد يعني فصل في التعاليم
الدين الإسلامي التي جاءت لإصلاح الحالات الثلاثة الطبيعية والأخلاقية والروحانية، وبين أنه من خلال هذه التعاليم نستطيع أن نحقق الإصلاحات الثلاث. ويعني وبدون هذه، صحيح أن هذا مطلب فطري أن الإنسان يريد أن يسمو بسلوكه وبأخلاقه وبقيمه، ولكن هنا سيجد صعوبة في تحقيق هذه الغاية بدون هذه التعاليم الإسلامية. لذلك عندما سألت عن موضوع الصلاة، في الواقع الصلاة أساسها وركنها الأساس هو سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة ما هي؟ هي عبارة عن الطلب من الله تبارك وتعالى أن يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم، أي إلى العمل الصالح الصحيح المناسب، وأن يساعده لكي يقوم بهذا العمل، وأن يقوده وأن يرعاه وأن يوصله إلى بغيته وإلى غايته في هذا الترقي وفي هذا العمل الذي يرضي الإنسان ويرضي الله تبارك وتعالى. فالحقيقة أن الإنسان في رحلة الترقي، في رحلة الصراع بين النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، لابد أن يعي أنه يحتاج إلى المعونة الإلهية باستمرار، ويستمر في هذا الدعاء إلى أن يصل إلى مرحلة يشعر بأنه فعلا قد أصبح خاضعا تماما للمشيئة الإلهية، ومندفعا تماما نحو الله تبارك وتعالى، ونفسه مطمئنة إلى كل أعمال الصلاح وأعمال الخير وأعمال البر. ولكنه أيضا يستمر في الدعاء، لأن مسالك البر ومسالك النفس المطمئنة هي عبارة عن مسالك مستمرة، وتصبح فيها القوانين أيضا مختلفة، لأن البر يصبح درجات وترقيات، ويصبح أحيانا بعض البر بالنسبة للصالحين يصبح ينظر إليه على أنه ليس عملا صالحا لأناس في مستوى متعين، في مستوى مترق ومعين عال من الترقيات. فهكذا الإنسان في الواقع يصل في النفس المطمئنة إلى هذا الاندفاع التلقائي إلى الله تبارك وتعالى، إلى هذه الطبيعة التي يريدها الله تبارك وتعالى، وهي الطبيعة الإنسانية الراقية الربانية التي يصبح فيها الإنسان ربانيا روحانيا خاضعا تماما للمشيئة الإلهية. جزاكم الله خيرا يا أخي تميم. طبعا نستمر في فقرات هذا الكتاب. يقول عليه السلام، يذكر عليه السلام موضوع تفاعل الجسد والروح، فيقول مثلا هل يوجد تفاعل بين الجسد والروح؟ يعني هل من المفروض أن يصلح الإنسان أموره الجسدية ليؤثر بالإيجاب على تطوير روحه؟ يعني هل هناك علاقة بين الأمور الجسدية والأمور الروحانية أو في تتعلق في تطوير الروح؟ نعم، يعني الحقيقة هذه نقطة في غاية الأهمية بيّنها حضرته، وهي أنه لا بد للجسد أن يقوم بأعمال معينة لكي تتأثر الروح، ولا يمكن أن يحدث الترقي الروحي بمجرد التفكر ومجرد التدبر. يعني مثلا شخص يقول أريد أن أصبح إنسانا صالحا، أريد أن أصبح إنسانا كريما، ليس مسألة قرار يعني ونية فقط. نعم، أو أريد أن أصبح إنسانا متواضعا، يعني يقول مثلا أريد أن أصبح إنسانا متواضعا ويسير في الطريق رافعا رأسه رافعا أنفه، ويعني يتكبر في مشيته. إذا تكبر في مشيته فإن هذا سيكون مردوده عليه أنه سيصبح متكبرا، ولا يمكن أن يخلق فيه التواضع. الحقيقة أنه معروف أن الحالة النفسية أو الحالة الروحية تؤثر على الجسد، والحالة الجسدية تؤثر على الروح. يعني الإنسان مثلا إذا كان مريضا فإنه سيشعر بالضيق وبالضجر وسيشعر بضعف في نفسه، وإذا كان الإنسان فرحا مسرورا فإن علائم السرور والانشراح ستظهر على وجهه وتلقائيا، حتى على فكرة من نبرة صوته. يعني أحيانا مثلا عندما يتحدث معك صديقك على الهاتف فأنت تعرف من نبرة صوته إن كان يعني سعيدا أو كانت تعيسا أو حزينا. فهذه الأمور تتضح بشكل سريع على الحالة الجسدية للإنسان. فالإنسان إذا أراد أن يترقى روحيا فعليه أن يخضع جسده لجملة من التعاليم التي تؤدي به إلى هذا الترقي وإلى خلق هذه الأخلاق، لأن هذه الأخلاق لا تخلق بمجرد أن نعجب بها، وإنما يجب أن نعيشها وأن نعايشها لكي تصبح جزءا من طبيعتنا. فالله تبارك وتعالى لأجل ذلك أمرنا على سبيل المثال بالطهارة الظاهرية، لأن الطهارة الظاهرية
إذا كان الإنسان نظيف نظيفا ويراعي هذه الطهارة الظاهرية فهذا سيؤدي إلى طهارته النفسية والروحية أيضا. لا شك، وطبعا هم الناس لا يعرفون كيف يمكن أن تجذب الملائكة وما أثر جذب الملائكة، هم يرون الأثر أكثر من أن نعم الأمور التقنية يعني عندنا نقول. ولكن الحقيقة فعلا إذا كان الإنسان يعني يرتدي لباسا نظيفا واغتسل وعند ذلك يعني وسار في الطريق فإنه سيشعر بأنه إنسان مهذب وسيشعر بأنه يميل إلى الأمور الحسنة ويميل إلى عدم القيام بأي عمل ليس مناسبا، هذا على مستوى فقط إذا ارتدى ثوبا نظيفا واغتسل وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى يأمرنا بالنظافة الظاهرية ويأمرنا بالعبادات لكي تتولد فينا هذه الأخلاق التي لا يمكن أن تتولد إلا بهذه الوسائل المادية المتعلقة بالجسد. فقط التفكر والتدبر يمكن أن يفيد لا شك، ولكنه يفيد فيما لا يمكن أن يتم تطبيقه عمليا على الجسد، يعني هنالك أمور نعم تعاليم متكاملة لابد أن نأخذ بها جملة واحدة حتى نحقق هذه الحالة يعني الأخلاقية. يعني أستطيع أن أقسم فيما يتعلق بعلاقة الروح بالجسد تلك يعني العلاقة في عدة مظاهر، أولها مثلا حركات الجسد، وكما ذكر أخي تميم مثلا كيف يمشي الإنسان، الله سبحانه وتعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فقضية هذه كيف أن الإنسان يتصرف في حركاته في إيماءاته في إشاراته حتى في كلامه، يعني تجد فيه نوع مثلا من التكبر أو نوع من التواضع حتى في صوته مثلا أيضا، وكذلك مثلا إذا أخذنا في حركات الجسد على سبيل المثال الصلاة، كيف أن الإنسان عندما يؤدي الصلاة عندما يسجد لله سبحانه وتعالى عندما يركع، هو هذه الحركات لها أثر على الحالة الروحانية للإنسان، فعندما يركع كأنما قلبه ركع، عندما يسجد كأنما قلبه سجد، ليست مجرد هي حركات ظاهرية وإن كانت هي ضرورية هذه الحركات الظاهرية لتأثيرها، لأن دائما في العبادة هنالك قسمان ظاهري وباطني، هنا هذه الحركات لها أثر باطني في تطهير النفس وتزكيتها. ثم المظهر الآخر هي أغذية الجسد، يعني الغذاء الذي يتناوله الإنسان. سنتناول هذا السؤال الآن نعم. بعد قليل نأخذ بعد الاتصالات ثم نعود، لأن هذا السؤال سوف أسألك إياه. عبد الحميد نأخذ بعد الاتصالات. عبد الحميد من الجزائر، السلام عليكم. عبد الحميد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي عبد الحميد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الحميد نحن ننتظر. ألو. السلام عليكم، نحن نسمع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى خادمه حضرة الإمام المهدي عليه السلام. معكم أخوكم الذي لا يفوت أي فرصة ليكلمكم لأنه يحبكم. بارك الله لكم. لقد قرأت كتبا كثيرة وتذوقت الشعر ولكني ما عرفت الصدق فيها كما عرفته كتب الإمام المهدي عليه السلام، وأقول حالفا بالله أني ما أحسست أبدا بالنشوة والطيران الروحي إلا عندما عرفته وقرأت له، حتى أني أكبر الله عفويا عند قراءتي لمعنى جميل أو تفسير بديع أو دعاء حارا من حضرته عليه السلام، وأقول أن أسلوب هذا الرجل صادق وعميق جدا ويجعل المرأة يفهم القرآن الكريم بسهولة. وبعد قراءتي لبعض كتبه أجد نفسي منبذرا وأصبحت أكتب بطريقة عجيبة لدرجة أني أحيانا لا أصدق ما كتبت، ولكنه التأثير القدسي لمبعوث إلهي والحمد لله.
أضيف أن كتاب فلسفة تعليم الإسلام هو كتاب رائع وآية لمن قرأه بحيادية، وقد علمني كثيرا مما جهلته. فأين أنا من معرفة أنواع النفس من أمارة ولوامة ومطمئنة وسبل الوصول إلى هذه الأخيرة، وأين أنا من معرفة المعنى الروحي لشراب الزنجبيل والكافور وتأثيرهما، وأين أنا من معرفة معنى كلمة الخنزير لولا حضرته وكتاباته عليه السلام. أقول في الأخير أن الفرق بين كتبه عليه السلام والكتب الأخرى هي تلك الدمعة التي تنحدر من العين دون أن يحس المرء لتقول لي أنه صادق، والذي لا أملك إلا أن أصدق دمعتي وقلبي وأقول له أني أصدقك وأحبك يا أحمد عليك السلام. وأنا أطير نشوة وفرحا بما كشفه لي من كنز روحاني. فشكرا لك يا حبيبي يا الإمام المهدي، وأحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله وبركاته، شكرا على هذه الكلمات الجميلة. نور الدين من الجزائر، السلام عليكم. نور الدين من الجزائر، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم. الحمد لله الذي وفقنا ونحن مجتمعين في بيته تحت أجنحة ملائكته، توفيق ومن وعطاء وإكرام من الله سبحانه وتعالى، ليس بحيلتنا ولا بإرادتنا ولا بقوتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان بالمرار والتكرار أحباب الكرام يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، هي معرفة إمام الزمان الإمام المهدي عليه ألف سلام. أبلغ سلام الحار وسلام إخواني الأحمديين في قرية التي هي في أقصى الأراضين، سيدنا أمير المؤمنين مرزا مسرور أحمد، أيده الله تعالى بنصره العزيز وبروح القدس وجعل الفتوحات على يده في العالم. كما أبلغ سلام الحار إلى أخي تميم أبو دقة وأخي عبد القادر وأخي ربيع وإلى جميع إخواني الأحمديين في العالم. أما بعد، يقول سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام في قوله تعالى في كتابه فلسفة تعاليم الإسلام: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أن الذين بذلوا الجهد كله في ابتغاء مرضات الله سننجزها مقابل ذلك هداية إلى سبيلنا حتما. وأما من اعوج ولم يرد سبيل الطريق المستقيم قابل الله فعله هذا بإعوجاج قلبه. وقد وصف الله هذه السنة الربانية بأوضح بيان في قوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وفي ذلك إشارة إلا أن الصالحين يتشرفون في هذه الدار برؤية الله، وأنهم في هذا العالم يحظون بلقاء محبوبهم الذي ضحوا لوجهه الكريم بكل شيء. ونرجو الدعاء لنا ولأحبابنا الأحمديين المرضى، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تنسونا أنتم أيضا بأدعيتكم. السلام عليكم أخي عبد القادر، بدأت تذكر عن تأثير الأغذية، وهو سؤال طبعا هو فقرة في الكتاب، والسؤال هنا: لأي مدى، إلى أي مدى ممكن أن تؤثر الأغذية على سلوك الإنسان؟ نعم، بما أنها أمور جسدية طبعا الغذاء. صحيح. وبداية يجب أن نذكر أن التعاليم الإسلامية دائما تهدف في النهاية إلى إصلاح الحالة يعني الطبيعية والأخلاقية والروحانية، بمعنى أنه إذا نحن
حققنا هذه التعاليم سوف يظهر تأثيرها في حالات الإصلاح هذه الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهنا الله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى الاتزان، يعني عدم الإفراط والتفريط، أن يكون طعامنا متوازنا. فلأن في ذلك هذا الغذاء له أثر على الحالة الروحانية للإنسان. مثلا يذكر مؤسس الجماعة عليه السلام يقول مثلا عندما الإنسان يفرط في تناول اللحوم على سبيل المثال، فإن هذا الإفراط يؤثر على الحالة الأخلاقية له، فيصبح أكثر يعني توحشا أو غضبا كما هي حال الحيوانات المفترسة. وإذا أفرط في تناول النباتات وابتعد عن تناول اللحوم، فإن الإفراط في تناول الأطعمة النباتية أيضا سيؤثر على حالته الأخلاقية، سوف يميل إلى الركون والجبن وهكذا. لذلك لاحظ هنا الغذاء كيف أنه يؤثر في الحالة الأخلاقية، والتي بطبيعة الحال سوف تؤثر بالحالة الروحانية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يعني يرتقي بالعرب، ولهم كانوا في البداية هم يعني منساقين بتأثير طباعهم أو القوة الطبيعية أو السبوعية، نرى أن التعاليم الإسلامية ركزت على جوانب مهمة تتعلق بالأغذية. فعندما قال لهم أن يأكلوا الطيبات من الطعام، وحرم عليهم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة وهكذا، لأن هذه الأطعمة حقيقة لا تضر فقط في الجسد، وإنما أيضا تضر بالحالة الروحانية والأخلاقية. انظر هذه التعاليم كم هي يعني دقيقة، وفعلا لا يعرفها إلا العارف. لذلك نقول هنا أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من الحالة الطبيعية إلى الأخلاقية والأخلاقية إلى الروحانية، لابد أن ينال يعني هذه المعرفة، المعرفة الإلهية والمعرفة في التعاليم الإلهية. يعني في الواقع فيما يتعلق بالخبائث، مثلا الله تبارك وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وأيضا حرم ما ذبح على النصب. يعني قد يكون الذي ذبح على النصب من أطيب الطعام ومن أفضل الأنعام، ولكنه في الواقع سيؤدي الذي لم يذكر اسم الله عليه، الذي لم يذكر اسم الله عليه وليس فقط قربانا، يعني ليس فقط بأن لأنه مثلا نسي أو شيء من ذلك، وأنما قدم قربانا لآلهة باطلة. أنا أردت أن أعرف جواب هذا. نعم. ماذا تذكره الآن؟ فالذي يحدث أن لهذا الطعام وإن كان خاليا من الخبائث المادية، نعم، إلا أنه سيكون له مردود سيء على نفس الإنسان، ولأجل ذلك حرمه الله تبارك وتعالى. هل هذا تفسير علمي أم أنه فقط يعني هو له جوانب روحانية؟ هو القضية كالتالي، الطعام مثلا الفاسد، لو فرضنا إذا نظرنا إلى مسألة الفساد المباشر، يعني على سبيل المادي، يعني على سبيل المثال إذا كان اللحم ليس جيدا ليس حسنا، يعني المنخنقة والمقوذة والمتردية هي لماذا حرمت؟ لأن دمها لا يتصفى، فلأجل ذلك يصبح اللحم فيه شيء من السموم، فإذا أكله الإنسان تأثرت صحته، يعني فعلا مرض. وهذا المرض ماذا سيؤدي؟ يؤدي أيضا إلى سقم نفسي، والسقم النفسي سيكون ضارا على الإنسان، يعني الله تبارك وتعالى لا يريد للإنسان أن يتضرر. فهنالك أسباب فعلا خلف، وهنالك علل خلف هذا التحريم. الأساس هو الأثر النفسي الذي سيتحقق للإنسان أو الذي سيصيب الإنسان نتيجة لأكل هذه الخبائث، سواء كان هذا الخبث عبارة عن جراثيم أو ميكروبات أو سموم موجودة في هذه الأطعمة نتيجة لأن هذه البهائم لم تمت كما ينبغي أو لم تذكى كما ينبغي، وأيضا هنالك الضرر المعنوي الذي لا علاقة له الآن بالجراثيم والسموم المادية، وإنما هذا في الواقع عبارة عن سم من نوع آخر. فهذا يدل على أن علل التحريم هي في الواقع الأثر على النفس. يعني على سبيل المثال لو قال أحد مثلا
انني اريد يعني هذا هذه المنخنقه او الموقوذه يعني ساتاكد في المختبر انها 100% خاليه من السموم، فهل يجوز لي ان اكلها مثلا؟ او اذا كان لحم الخنزير هذا قد ثبت في المعمل انه لن يضرني ولن يؤدي الى مرضي، فهل هذا يؤدي الى اعتباره حلالا؟ لا، لان الضرر وان كان ايضا الضرر المادي وان كان الضرر المادي مقصود اصلا في التحريم، ولكن الذي خلفه الضرر الذي لا يمكن ان يغسل ولا يمكن ان يزال بالعقاقير ولا بالادويه ولا بالتدابير الطبيه، فهذا الضرر لا 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 يمكن الا ان يتسرب الانسان. لذلك الله تبارك وتعالى حرم ما اكل ما ذبح على النصب، حرم اكل ما أكل ما ذبح على النصب، لان هذا سيؤدي الى تعظيم هذه القرابين والى الاعتماد على او تعظيم هذه الآلهة الباطلة، او الى الاعتماد على هذه الباطلة الآلهة الباطلة كمصدر للغذاء. يعني مثلا لو قيل يجوز للفقراء ان ياكلوا من هذه القرابين ولا بأس في ذلك، فهذا سيؤدي إلى أن هؤلاء تلقائيا ستتسرب إلى داخلهم حب وعظمة هذه الآلهة الباطلة، وهذا سيؤدي إلى الضرر النفسي الذي سيحول بين الإنسان وبين أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ثم أن يترقى إلى الربانية. لماذا؟ لأن في الواقع الآلهة الباطلة هي أيضا تقود إلى الانحراف عن الحالة الخلقية الحقيقية. فيعني الأمور كلها مترابطة، الله تبارك وتعالى في الشريعة لم يحل شيئا ولم يحرم شيئا إلا في خدمة هذه المسيرة، وهي ترقي الإنسان من حالته الطبيعية إلى الحالة الأخلاقية إلى الحالة الربانية. فقط ملاحظة، هذا الذي قلته الآن يعني يوازي أيضا استعمال يد اليمين عند المسلمين، يعني رغم أنه لم يعني نحن نمشي حسب هذه السنة وهذا الطلب الإلهي أن نأكل بيد اليمين، مع أن الخليفة الرابع في كتابه الضخم قد بدأ يوضح استعمال يد اليمين وموضوع المجانبة في الطبيعة. فربما إن كانت بعض الأمور ليس لها تفسير تقني بالضبط لماذا ما هي تأثيرها، ولكن إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون لها يعني تأثير روحاني، وسيتبين الموضوع العلمي فيما بعد. نحن لا نريد يعني أن ننتظر نتائج التجارب العلمية حتى نختبر التعاليم الإسلامية. الجانب الروحاني هو يعني هو الغاية، يعني قد لا يكون هنالك أثرا سلبيا، مثلا حتى في الذبائح لن ينال الله دماؤها، ولكن لن ينال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن يناله التقوى، يناله التقوى منكم بالضبط. فهذه القضية ليست مادية، لأن يعني القيام بهذا الفعل أو الامتناع عن القيام بفعل معين حسب تعاليم الشريعة إنما هو له أثر على الحالة القلبية وعلى الطهارة القلبية وتزكية النفس. هذا الأمر قد لا يستطيع العلماء أن يعني يختبروه أو يقيسوه في هذه المرحلة، قد يختبروه في المستقبل. يعني بعض مثلا هم وجدوا أن الذي يسجد على الأرض يشعر براحة وطمأنينة، لأن في السجود هنالك أثر فيزيائي أو هنالك تفريغ للشحنات الكهربائية. ولكن هذا ما أراد أن يقدمه المسيح الموعود عليه السلام في هذا الكتاب لأتباع الديانات الأخرى، هذا التفوق فعلا الذي يعني فعلا الإسلام هو سبق عصره. يعني كل هذه التعليم ربما في يوم من الأيام سوف تختبر، وسيجد الغرب مثلا الأبعاد والحكمة من وراء هذه التعاليم في الجوانب الروحانية. يعني مثلا الحيوان الذي يموت بأي وسيلة هو مات وأصبح لحمه لحما، والحيوان الذي يذبح هو في الواقع سيموت ويصبح هذا اللحم لحما أيضا، ولكن الإسلام يعتبر أن الحيوان الذي مات بغير الذبح ميتا، ويعتبر بأن الذي ذبح مذكا وأنه طيبا وحلالا. لماذا؟ لأنه في الواقع هنا المسألة لم تصبح قتلا للحيوان من أجل الوصول أو من أجل أكل لحمه، وإنما ترقت القضية وأصبحت عبارة عن مسألة أشبه يعني كما تسمى الآن، وهذا فعلا مصطلح جميل، يعني يعتبرون التربية الحيوانية هي جزء من الزراعة،
يعني يقولون يعني إنتاج حيواني، فهو كأنه جزء من الزراعة، وليست القضية هي عبارة عن همجية مجرد اقتناص أو الهجوم على الحيوان وأكل هذا اللحم بغض النظر إذا كان هذا الحيوان قد مات بأي طريقة. يعني رأيت مثلا مرة في مقطع لبعض الناس، بعض الناس البدائيين في أفريقيا، هؤلاء أحد يعني بعض الحيوانات المفترسة هاجمت غزالا واستطاعت أن تقتله وبدأت بافتراسه، فجاءوا هؤلاء وطردوا الحيوانات المفترسة وهم بأنفسهم جاءوا أخذوا هذا اللحم وأخذوه لكي يأكلوه. فيعني الواقع أنه لا تمييز ولا تفريق بينهم في النهاية، بين هذه الحيوانات وبين هذا هؤلاء البشر، لأنهم أصبح بالنسبة لهم أصبحت المسألة هي عبارة عن مسألة بدائية. الإسلام يريد أن يرقي كل شيء، يعني يريد أن يرقي كل عادات الأكل والشرب والزواج وما إلى ذلك، أن يرقيها لكي تصبح في نصابها ولكي تصبح مفيدة ولكي تعود بالأثر الصالح والطيب على الإنسان. بينما الإنسان إذا أراد الوصول إليها بأي طريقة وبالطريقة البدائية فإنه سيتردى إلى الحيوانية وسيؤدي إلى سوء أخلاقه. يعني الفرق مثلا بين الذي يزني والذي يتزوج، الفرق بينهما مهول وهائل، وهذا يصلح نفسه ويصلح الزوجة التي تزوجها ويحسنها ويعيش حياة كريمة وينجب أولادا ويكون محترما ويشعر أيضا بالرقي ويشعر بالقرب من الله تبارك وتعالى، بينما الآخر يشعر بالسوء ويذم نفسه ويذمه الآخرون ويدمر صحته ويدمر صحة شريكته. يعني القضية أنها هي في الواقع نفس النزعات ونفس الرغبات، ولكن الله تبارك وتعالى اختط لها طريقا، هذا الطريق يؤدي إلى الترقي ويؤدي إلى النمو، إلى التنمية النفسية الروحية للإنسان لكي يصبح إنسانا ربانيا يحترم نفسه ثم يصبح مرضيا عند الله تبارك وتعالى. نخرج الآن إلى فاصل قصير. بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان، قصيدة نسمعها من نظم الإمام المهدي والمسيح الموعود، كونوا معنا. بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان، ظهرت بروق عناية الحنان، وبدا الصراط لمن له العينان، النيران بهذه البلدان، خسفا بإذن الله في رمضان، وبشارة من سيد خير الورى، ظهرت مطهرة من الأدران، اليوم يبكي كل أهل بصيرة متذكرا لمراحم الرحمن، ومصدقا أنوار نبئ نبينا، ومعظما لمواهب المنان، اليوم كل مبايع ذي فطنة ازداد إيمانا على إيماني، كيدوا جميعا كلكم لإهانتي، ثم انظروا إكرام من صافاني، قوموا لتحقيري بعزم واحد، ثم انظروا إعظام موالاني،
هل يستوي أهل السعادة والسقاء؟ أفأنت أعمى أو أخو الشيطان؟ توبوا من الهفوات يغفر ذنبكم، والله بار واسع الغفران. قد جاء مهديكم وظهرت آية، فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. نزلت ملائكة السماء لنصرنا، رعب العدا من عسكر روحاني. يا قوم قوموا طاعة لإمامكم، وتباعدوا من معتد اللعان. قد جاء يوم الله فارنوا واتقوا، وتستروا بملاحف الإيمان. ما قلتها من قوتي، لكنها درر من المولى ونظم بناني. يا رب باركها بوجه محمد، ريق الكرام ونخبة الأعيان. بشرى لكم يا معشر الإخوان، طوبى لكم يا مجمع الخلان. ظهرت بروق عناية الحنان، وبدا الصراط لمن له العينان. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نستمر في مناقشة هذا الكتاب القيم، هذا الكتاب العظيم، فلسفة تعاليم الإسلام، الذي قرأه الصحابي عبد الكريم السلكوتي في مؤتمر الأديان العظيم الذي كان في لاهور، وهو من تأليف الإمام المهدي والمسيح الموعود. ضيوف الكرام، لقد ذكرنا الحالات النفسية، الحالات عند النفس البشرية، الحالات الروحانية، الحالة الطبيعية والنفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، وذكرنا عن تأثير الأمور الجسدية على تطوير الروح. نصل إلى سؤال. هناك آية في القرآن الكريم، طبعا سأقرأ كل الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا في البداية، في بداية الآية هناك وصف، حتى ممكن أن نقول ميكروسكوبي مجهري، لتطوير الجنين في رحم أمه، في بطن أمه. وطبعا نحن نفتخر أن القرآن والذي نزل قبل أكثر من 1400 سنة قد ذكر موضوع علمي بهذه الدقة الرهيبة، إلا أنه أيضا يفوق هذه الدقة وهذه المعلومة العلمية ويقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني مما أنا فهمت أن الروح تنشأ من الجسد، فطبعا لابد من توضيح لهذه النقطة أخي عبد القادر. نعم، هو القرآن الكريم يذكر مراحل التكوين الجسدي
للإنسان، ثم بداية من النطفة فالعلقة فالمضغة. وهنا يبين المسيح الموعود عليه السلام بالنسبة لنشأة الروح وعلاقتها بالجسد أن الروح حقيقة هي مكنونة في الخلية البدائية للتكوين الإنساني منذ البداية، وأن هذه الروح يعني تتطور تبعا لمراحل التطور الجسدي للجنين في رحم الأم، يعني هي تظهر بمظهر آخر. يعني هنا المسيح الموعود عليه السلام يعني يبين أن الجنين في رحم الأم قسمه إلى مرحلتين، مرحلة النباتية وهي مرحلة الثبات، لأن ما يميز النبات الثبات عندما يلتصق الجنين في جدار الرحم، وكيف عندما يتحول بعد 4 أشهر و10 أيام يبدأ هذا الجنين الثابت بالحركة، ينتقل من الحالة النباتية إلى الحالة الحيوانية، وبالتالي يكون قد نشأ نشأة أخرى، فأنشأناه يعني ثم أنشأناه خلقا آخر. فهنا يقول حضرته بأن الروح أيضا هي يعني تتطور تبعا لهذا التطور أو الانتقال المرحلي، يعني من المرحلة النباتية إلى المرحلة الحيوانية. إذن الروح هي موجودة ومكنونة في الخلية منذ البداية، هي ليست جزءا عضويا من هذه الخلية، وليست مستوردة أو من الخارج، أي ليست من السماء، إنما هي في التكوين البدائي منذ تكونت هذه الخلية، ولكن هذه الروح تتطور بتطور الجسد، يعني تبعا للتطور الجسدي. وعندما يخرج الإنسان طبعا من الجنين وأيضا يمر في مراحل يعني تطور أخرى، أيضا تتطور معه الروح. ولكن هنا يتحدث المسيح الموعود عليه السلام، وهذه نقطة في غاية الدقة، عن نشأتين للروح. النشأة الأولى التي ذكرتها، وهي يعني عندما يتحول الجنين أو ينتقل من المرحلة النباتية إلى المرحلة الحيوانية، والنشأة الأخرى هي التي تحدثنا عنها، تلك الحالة الروحانية والخلق المعنوي الجديد الذي يعني يتحلى به أو يتخلق به الإنسان عندما يصل إلى الحالة الروحانية وإلى حالة الاتصال بالله عز وجل. فهنا هذه الروح يعني أولا يعني تتأثر وتتطور بتطور الجسد، هذه من ناحية، ومن ناحية الأخرى يظهر لهذه الروح نشأة جديدة وخلق جديد وكيان جديد عندما يتصل الإنسان بالخالق، وعندما يصبح ربانيا فانيا منجذبا لله سبحانه وتعالى. يعني القضية كالتالي، إذا كانت الروح تنشأ أصلا من النطفة وتتطور وفقا لتطور هذه النطفة، بعد ذلك عندما تصبح زيجوت مثلا ثم يصبح تصبح مضغة وتصبح علقة وعلقة ثم مضغة ثم تصبح بعد ذلك كيانا أو تكوينا مختلفا أو أكثر تطورا، إلى أن تصل إلى مرحلة يصبح فيها هذا الكائن في بطن أمه يتحرك حركة حيوانية، ليس مجرد شيء ينمو كما النباتات تنمو. الله تبارك وتعالى أراد أن يشير هنا إلى أن الروح تتبع يعني في نموها، إذا كانت في نموها تتبع النمو الجسدي، ويثبت أيضا أنها أن الجسد في سلوكه يؤثر في الروح. فهذا يعني أننا إذا أردنا أن ننشئ في أنفسنا الحالة الأخلاقية كمقدمة للحالة الربانية، فلا بد أن نراعي الجسد لكي تتولد فينا هذه النشأة الجديدة. يعني إذا كانت مثلا بداية النشأة الإنسانية، بداية تكوين الإنسان، تبدأ من شيء دقيق جدا صغير جدا، يعني بالكاد يمكن أن يتم تلمس الروح في هذه النشأة، ثم بعد ذلك النمو يشير جزئيا إلى أن هذا الكائن الذي ينمو في رحم الأم هو كائن حي، ثم بعد ذلك فجأة نرى أن هذا الكائن الحي بدأ يتحرك حركة تختلف
عن حركة أي مثلا أي عضو ثابت في الإنسان. يعني القصد أن الجنين في بطن الأم يبدأ يتحرك حركة مستقلة، يبدأ يتحرك ككائن منفصل إلى أن تصل مراحل الحمل إلى المراحل النهائية، بعد ذلك ينفصل تماما عن جسد الأم ويخرج من جسد الأم أنه بدأ هذه البداية الصغيرة المتواضعة. فالله تبارك وتعالى يبين بأن هنالك مراحل للنمو عندما يصلها الإنسان بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة جديدة، وكأنها عبارة عن يعني قذف للروح في الإنسان من وكأنه فعلا وكأنها تولدت فيه في تلك اللحظة بصورة مختلفة تختلف عن الصورة التي كانت في السابق. يعني الله تبارك مع التطور الجسدي يعني نعم الذي حدث، يعني القصد أن الإنسان يحتاج يعني من هذا الدرس يجب أن نفهم ما يلي: أنك في تركيبك النفسي والأخلاقي يجب أن تسعى لتكمل بنيان الأخلاق في داخلك لكي تصبح إنسانا متخلقا، وتجاهد وتكافح وتكافح إلى أن تصل إلى المرحلة التي تبلغ فيها أخلاقك الكمال. فإذا بلغت هذه الأخلاق الكمال عند ذلك سيقذف الله تبارك وتعالى فيها روحا، هذه الروح في الأصل موجودة في أصل هذه الأخلاق، ولكن الله تبارك وتعالى سيجعل في الإنسان روحا جديدة نشأة أخرى، وهذه هي المقصود، وهذا هو المقصود بالنفس المطمئنة. يعني الإنسان عندما يكتمل بنيان أخلاقه بعد مرحلة سيشعر وكأن هذه الأخلاق قد اصطبغت بصبغة جديدة، وكأن حياة جديدة قد تولدت في داخل الإنسان. هذه الحياة منشأها هذا التطور، ولكن يحتاج الإنسان إلى أن يسعى، يعني من جانبه يسعى لتكميل أخلاقه، ولكن من جانب الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يصبغ هذا الكمال، يلقي على هذا الكمال صبغة جديدة، فيصبح الإنسان وكأنه قد دخل طورا جديدا. وهذا ما يحدث كما قلنا، يعني النفس الإنسان طبعا بداية يسيطر على أموره الطبيعية من خلال التخلق بالأخلاق من خلال المجاهدات إلى أن يصل إلى مرحلة من الكمال، عند ذلك تقذف في داخله وكأنها روح جديدة وكأنها نشأة أخرى. هذه النشأة هي نشأة النفس المطمئنة التي تجعله ينجذب نحو الله تبارك وتعالى ويندفع إلى الله كاندفاع السيل الجارف باتجاه الوادي. يعني ولا بد لهذه النشأة أن تتحقق ويحدث هذا الميلاد بعد المجاهدة التي الإنسان عندما يقوم بهذه المجاهدة لابد أن يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه المجاهدة إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندها تصطبغ هذه الأخلاق بالصبغة الإلهية، وعند ذلك يقف الله سبحانه وتعالى إلى جانب هذا الإنسان فيكتمل كيانه الروحاني، أو دعنا نقول ينشأ هذا الكيان الروحاني الجديد، وتتحقق الغاية من الوجود الإنساني. يعني الله سبحانه وتعالى في المرحلة الأولى عد ضمن نظام خاص هذا الكيان الجسدي والروحي في المرحلة الأولى، وبهذه الخصائص ترك للإنسان أن يعني يجتهد، وأعطاه من البصيرة والقدرة والإمكانيات، لأن الإنسان كما ذكرنا هو كائن قابل للرقي ويمتلك من الإمكانيات والقدرات، ودعني أقول القدرات الطبيعية الموجودة في هذا الإنسان فعلا تمكنه أن يعد نفسه لهذا الميلاد الجديد، وهذه النشأة الجديدة. عند ذلك سيصطبغ الإنسان بالصبغة الإلهية ويحيا الحياة الفردوسية التي هي الغاية أصلا من الوجود الإنساني. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يصف الإنسان أحيانا فيقول أولئك هم كالأنعام بل هم أضل، حقيقة عندما الإنسان يهتم بهذا الجسد المادي وينسى الكيان الروحاني فيصبح في سلوكه فعلا كسلوك البهائم أو الحيوانات. نعم، نأخذ بعض الاتصالات.
علي من كردستان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بعتذاري أنا كردي معروف ما أقرأ في العربي كليًا. نحاول أن نفهم. تفضل. نعم. أخي. أنا شايف برنامجكم و أنا من كردستان. وأني أريد أبايعكم يعني أنا متابعة برنامجكم وتلفزيونكم منذ 3 سنوات. ما شاء الله، ثبتك الله أخي، ثبتك الله. نعم الله تفضل. أنا هسه بكل قناعتي أريد أبايعكم وأعلم الدين الحقيقي ودين الإسلام والإسلام الحقيقي والإسلام عندكم. ما شاء الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أخي سيأخذون إن شاء الله، سيأخذون تفاصيلك ويتحدثون معك في الكنترول بعد البرنامج. تفضل إذا كان هنالك شيء آخر فليتفضل الأخ الكريم. تريد أن تذكر شيء آخر؟ لأن هنا إن شاء الله سوف يتواصلون معك من الكنترول. ألو ألو، هل تريد أن تذكر شيء آخر أخي؟ ما أسمعكم حتى، ما عندي تلفزيون. طب جزاكم الله خير الجزاء، إن شاء الله نحن سنتواصل معكم. نأخذ، السلام عليكم. نأخذ محمد، محمد من ألمانيا، السلام عليكم. سلام الله عليكم أيضا جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا، وعليكم السلام. تسلم. طبعا بخصوص الفكرة الأخيرة التي طرحتموها يعني بخصوص الروح والمادة، طبعا أنا أؤيد هذه الفكرة بأن الروح أو الفكر تنشأ من المادة. لولا وجود المادة لما أو لم تنوجد طبعا الروح أو الفكر. طبعا بخصوص مثال الإنسان أو حتى الحيوان أيضا، يعني طريقة تكاثر أو طريقة نشأة الروح لدى الحيوانات أو الإنسان أو ما شابه. لكن طبعا بخصوص الخلق الأزلي للمادة هذا لا نعلمها، طبعا حتى العلماء منذ زمن بعيد ناقشوا هذه المسألة ولكن لم يتوصلوا طبعا إلى نتيجة محتمة. من هو الذي أنشأ المادة الأولية، أول مادة مثلا؟ فهناك من قالوا طبعا القدرة الإلهية، وهناك من قالوا نتيجة ظروف طبيعية معينة، وهذا ما لا نستطيع أن نتكهن فيه. مهم أنا يعني أؤيد طرحكم، طرح الجماعة الإسلامية الأحمدية وتفتحها في نوع من المنطق والعلم بخصوص أن الروح تنشأ من المادة وليست العكس كما تدعي، كانت تدعي وربما حتى الآن طبعا العديد من المذاهب اليهودية والمسيحية والإسلامية. مهم. أما طبعا بخصوص تعاليم الفلسفة أو فلسفة التعاليم الإسلامية، يعني لدي مسألتين إذا سمحتم لكي أحصل على رؤية الجماعة الإسلامية الأحمدية حول هاتين الموضوع النقطتين. تفضل. النقطة الأولى بمسألة حول مسألة الجهاد. طبعا كما تعلمون أن الجهاد، وقد ذكرت سابقا أيضا، قد أتى أصلا من اليهودية ومن ثم إلى المسيحية ومن ثم إلى الإسلام، وكلا الديانات الثلاثة طبعا في البداية يعني بعد موت الأنبياء، خاصة بعد موت موسى عليه الرحمة وبعد موت عيسى عليه الرحمة وبعد موت محمد عليه الرحمة، خلفاء هؤلاء الأنبياء طبعا استخدموا الجهاد بشكل تدميري وتخريبي وتعذيبي للبشر والكيان. مهم. بالنسبة للمسيحية طبعا بعد نشوء الحركة الإصلاحية البروتستانتية في أوروبا
تمكنوا من تلطيف المسيحية إلى حد ما، من اعتدالها. أخي الكريم، وهذا ما أثر طبعاً لو سمحت، لو سمحت أخي الكريم، نعم، نحن تحدثنا في هذا الموضوع في الحلقة الماضية وبينا وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذه النقطة. إذا كان لديك نقطة أخرى لم نتحدث فيها أرجو أن تطرحها، لا نريد أن نكرر. أرجوك اذكر النقطة الثانية إذا كان لديك نقطة ثانية بخلاف موضوع الجهاد. أما فيما يتعلق بموضوع الجهاد فقد ناقشناه في الحلقة الماضية بما فيه الكفاية وسمعت ردنا، شكرا جزيلا. ما هي النقطة الثانية التي تريد السؤال عنها؟ طبعا النقطة الثانية لو سمحت، صح يعني لقد بحثتم على فيها ولكن لم يكن ذلك البحث كافيا أو متكاملا لو سمحت. يعني الجهاد كما نعلم أو الكفاح هو للدفاع عن البشر أو عن المملكة أو عن الحدود بشكل شرعي. أخي الكريم شرعي. الآن تجاوز من فضلك تجاوز هذه النقطة كما قلنا، لأننا أولا هي خارج نطاق، خارج موضوع الحلقة هذا أولا، وثانيا عالجناها وبيناها في المرة الماضية. إذا لديك نقطة ثانية تريد الاستفسار عنها ويفضل أن تكون لها علاقة بمضمون الحلقة تفضل. أخي العزيز، فلسفة التعاليم الإسلامية تتضمن الجهاد، هذا من صلب الموضوع، لأن الجهاد طبعا الحالي الذي يستخدمه داعش والقاعدة وغيرها المنظمات هذه يعني ترجع في بداياتها إلى نفس الأساليب جهاد الأولي، في غياب التكنيك آنذاك القتل عن بعد، وقد دمروا وعذبوا البشر آنذاك، أما الآن فلم ينجحوا فيها. المهم النقطة الثانية بالنسبة لموقف الجماعة الإسلامية الأحمدية بخصوص نوع إنشاء نوع من التحالف أو الاتحاد الفيدرالي بين المجتمعات الإسلامية، يعني كما تعلمون أنه كانت هناك قبل الحرب العالمية الأولى نوع من المملكة الإسلامية، قسم منها قضى عليها فرنسا، بريطانيا، إيطاليا قبل الحرب العالمية الأولى، والبقية الباقية طبعا حطمها فرنسا، بريطانيا، روسيا، إيطاليا، اليونان، وذلك بمساعدة بعض القبائل البدوية العربية في شبه الجزيرة العربية وبعض الفرق المصرية والكتائب اليهودية آنذاك. طبعا اليهود والمسيحيين والأرمن كانوا ضد المملكة وقد تحالفوا يعني مع روسيا ومع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها للقضاء على المملكة. ظل هناك فقط الأكراد، الأتراك، الشركس، الذين قاموا بالجهاد بالدفاع ضد تلك الحملة البريطانية، الفرنسية، الروسية، الإيطالية، اليونانية، وللأسف الأخير، للأسف الشديد، قاموا بتحطيمها وتفتيتها. فما هو موقف الجماعة الإسلامية الاتحادية من إنشاء اتحاد إسلامي معتدل؟ أنا أصر عليه وشكرا. أردت فقط ملاحظة طبعا قبل الإجابة، طبعا أنا أسأل الضيوف الكرام، يعني بالنسبة لهذا السؤال يعني أنا أرى بأنه يعني خارج الموضوع يعني بتات يعني بشكل منقطع النظير. يعني لو كان إنسان يسمع تفسيرنا بالنسبة لفلسفة تعليم الإسلام والآن يسمع الجواب لهذا الموضوع، لا أعرف إن كان سيستطيع أن يرجع للموضوع الأول. يعني ليست قضية بسيطة، يعني نحن نحترم كل سؤال، نعم، ولكن يجب أن يكون في صلب الموضوع كي لا نشتت أفكار المشاهدين، ولكن على أي حال ربما باختصار. نعم، ولكن المسألة هي كالتالي، يعني في الحلقة الماضية اجتهدنا لكي نجعل سؤاله ينطبق أصلا مع ما كنا نناقشه، نعم، والفكرة الأساسية التي ذكرناها في الحلقة الماضية والتي يمكن أن نكررها سريعا هي أن الجهاد في الإسلام هو حالة أخلاقية راقية ربانية، نعم، وليست حالة بدائية كالتي في اليهودية وفي المسيحية وفي لدى القبائل الهمجية. والواقع أن هذا ما يحدث الآن مع هذه التنظيمات مثل داعش وغير داعش، هؤلاء الناس لا يطبقون جهادا، هؤلاء يتبعون نزعة همجية جدا موجودة في الحيوانات. الحيوانات بطبعها تحب أن
تتجمع في كيانات في قطيع، وهذا القطيع يهاجم ويمكن أن يغتصب وأن يقتل، ولديها شهوة للدم منقطعة النظير لا علاقة للإسلام بها. فعلى هذا الأساس نحن قلنا إن الجهاد في الإسلام لم يكن إلا في الإسلام، أما بالنسبة للأديان الأخرى فلم تعرف هذا الجهاد حقيقة. لا شك أن هنالك أنبياء قاتلوا مع أتباعهم دفاعا عن أنفسهم، ولكن هذه كانت عبارة عن حالات نادرة في تاريخ الأديان إجمالا، ولكن الإسلام هو الذي ظهر فيه هذا الدفاع في أسمى صوره، وبيّن الله تبارك وتعالى كيف أن المسلمين جاهدوا أنفسهم وضغطوا على أنفسهم لكي يردوا العدوان عن أنفسهم، وبذلك قد حققوا هذه المرتبة العالية الأخلاقية يعني والربانية. في الوقت الذي يعني يبين فيه الإسلام بشكل واضح، يعني لا يحتمل التأويل أو الشك أن القتال يشرع للدفاع عن النفس ولرد المظالم ولترسيخ الحرية الدينية، وأن هذه الأفعال التي هي أقرب إلى الهمجية التي يسفك فيها دماء الأبرياء أو لمصالح سياسية ضيقة، هذه هي الحالة السبوعية الهمجية البهيمية التي نحن نتحدث عنها، وهؤلاء الذين يفعلون هذه أو يقومون بهذا الأفعال إنما هم نرجعهم إلى المربع الأول، إلى الحالة الطبيعية، إلى إصلاح الحالة الطبيعية، وهو عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المجتمع الهمجي البدائي، هو أراد بداية أن يرسخ الآداب الإنسانية التي تحول هذا المجتمع الهمجي إلى مجتمع مدني متحضر يحترم فيه الإنسان، وبعد ذلك تأتي المرحلة الأخرى هي مرحلة ترسيخ الأخلاق. إذن الذين يقومون بهذه الأفعال هم أشبه بالعرب ما قبل الإسلام. أخي محمد، أتمنى أن أكون قد أجبنا على سؤالك. أخي محمد، طب ننتقل إلى المتصل ناصر من الجزائر. السلام عليكم أخي ناصر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ناصر من الجزائر. أنا أسمعك. والله مجرد أسبوع شاهدت هذه القناة وأنا محامي، شاهدت هذه القناة اقتنعت يا أخي العزيز. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شعوب العالم متعطشة، تريد المفاتيح فقط، تريد المفاتيح فقط، هم بحاجة إلى جلسة مثل هذه. والله تتبعت جميع القنوات المسيحية والشيعية وجميع القنوات، والله كلها عبث. الإنسان الله سبحانه عز وجل عندما قال للملائكة على الإنسان في سورة البقرة، عندما قال للملائكة إني خلقت في الإنسان خليفة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أسمعني أخي العزيز. نعم نعم تفضل. عندما قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، الإنسان يريد المفاتيح يا أخي العزيز، والمفتاح هو قناتكم، ولكن المشكلة أن قناتكم جميع الشعوب وخاصة في الجزائر وفي المغرب وفي تونس لا تعلم بها. أقولها بكل صراحة، مجرد أنهم يقوموا بتغيير القنوات وينظرون إلى القناة هذه يغيرونها، مجرد أن يرون صورة المسيح لا يعلمون، يقولون بأنها قناة شيعية، لا يعلمون يا أخي العزيز. أسمع. نعم لا يعلمون هذه القناة، لأن لا توجد قنوات كثيرة لجماعة الأحمدية يا أخي العزيز. في قنوات الموجودة على القمر نايلسات توجد 10 قنوات مسيحية كلها أبث، يتكلمون عن المسيح المتجسد في قرم في 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 المتجسد في الذي قامت بحمله أمه مريم، ثم الصحفية تضحك لأنها لا تصدق كيف رب يدخل في جسد امرأة تسمى مريم ويبقى مدة 9 أشهر وهو في الحمل. هذا الرب سبحانه عز وجل يا أخي العزيز، وينظرون إلى بعضهم وهم متحيرون حتى في القنوات المسيحية متحيرين. ما هذه الديانة المسيحية؟ ما هذا الأبد؟ نعم يا أخي العزيز،
10 قنوات أنظر إليهم والصحافة والمرشدين يتحيرون، ما هذه الأبد؟ أسمعني أخي، نعم أقول لك بكل صراحة، أنا كمحامي أقولها وأتصل بكم مجرد أسبوع. ما شاء الله شهد، ما شاء الله شهدت مهندس هاني وشهدت الأخ الآخر حسين ثابت يتكلمون عن المسيحية وعلى حياة المسيح عليه السلام، اقتنعت. كيف اقتنعت؟ نعم اقتنعت، لأنه متطلع على الشيعة ومتطلع على السنة ومتطلع على السلفية ومتطلع على المسيحية، وأعرف وقرأت الأناجيل كلها أبس لأبس. الشعوب متعطشة تريد المفاتيح فقط، والله مجرد مفاتيح، والمفاتيح هي قناتكم فقط يا أخي العزيز. بارك الله فيك، بارك الله لك. هل انضممت للجماعة الأحمدية؟ يا أخي العزيز أنا أقولها بكل صراحة، متعطشين الشعوب، نحن في القرن 14 ولكنهم لا يعلمون كيف يؤمنون برب من كان موجود في بطن امرأة في مدة 9 أشهر. هذا الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم الواحد الأحد القهار. جزاكم الله أخي ناصر، لا يوجد أي وعي، ولكن بحاجة إلى أئمة، بحاجة إلى دعاة، بحاجة إلى مؤمنون، بحاجة إلى رجال، بحاجة إلى رجال فقه. جزاكم الله أخي ناصر، والله أقولها بكل صراحة أخي ناصر، جزاكم الله حبيبي. إيه ننتقل الآن إلى شريفة رقيق من الجزائر. السلام عليكم أخت شريفة. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشارك بما استنتجته من قراءة كتاب فلسفة تعاليم الإسلام وأجاوب على السؤال الأول والثاني. في الحقيقة الفرق بين الحالات الطبيعية والأخلاق هو أن الحالات الطبيعية يتملكها الإنسان والحيوان منذ الولادة. فمثلا إن وضعت إنسان وحيوان معا منذ الولادة وتركتهم يعيشون في نفس البيئة، ستلاحظ أن كلاهما سيعيش بناء على ما تمليه عليه غريزته، وهي غريزة البقاء، وستكون غريزته متوحشة. لكن إذا أخرجتهم من تلك البيئة وبدأت بترويضهم وتعليمهم فسيكتسبون ما علمتهم، سواء كان أمرا جيدا أو سيئا. أما الأخلاق فهي أمر مميز خص الله به بني البشر فقط وأكرمهم به، والأخلاق عبارة عن فكر وإرادة خص بها هذا المخلوق لكي يختار حياته. أما إما أن يكون بها إنسانا فاضلا ويكتفي، أو يكون إنسانا روحانيا ويرتبط بربه خير ارتباط فيثني روحه وذاته في ذات الله. ومن يصل هذه المرحلة وهي مرحلة الإنسان الرباني لا يستطيع العيش بدون الحبيب الذي وهبه روحه وأثناه في سبيله. أما السؤال الثاني وهو عن طرق إصلاح النفس، فطرق إصلاح النفس التي بينها الله في القرآن، بما أن للحالة البشرية 3 منابع وهي نفس أمارة ونفس دوامة ونفس مطمئنة، فكذلك لإصلاحها هناك 3 طرق، وهم الخروج بالبشر المتوحش الهمجي الذي لا يفرق عن الحيوان بشيء إلى البشر الإنساني الذي يمتلك أدنى الأخلاق. ثانيا أن يتدرب هذا الإنسان على استعمال قواه الفكرية والجسدية الكاملة ليمتلك بذلك الأخلاق، فيجتهد كي يصل بها للأخلاق الفاضلة. ثالثا أن يجتهد هذا الإنسان الذي يمتلك أخلاق فاضلة لكي يصل إلى المنبع الروحي والذي هو بيد الله، وعند الوصول إليه يحارب نفسه ويثنيها في حبه. سخر الله له أمور وحرره من كافة القيود الذي أكرمه ونعمه بنعمة الإسلام، فلولا الإسلام ما عرف قيمته عند خالقه وما عرف بما أكرمه. فسبحان الذي أكرمنا وفضلنا على مخلوقاته كافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء الأخت شريفة من الجزائر. طبعا هي قرأت الكتاب وطبعا تأتي بفقرات لم نتحدث عنها. أخي عبد القادر، ذكر المسيح الموعود، لم يتبقى الكثير من الوقت ولكن يجب علينا على الأقل أن نذكر هذا الموضوع. ذكر المسيح الموعود عليه السلام أن هناك علاقة بين الجنين الذي يبدأ بالحركة بعد 4 أشهر و10 أيام، أي بعد قضاء نصف الفترة المقدرة لولادته، وينتقل من الحالة النباتية إلى الحالة الحيوانية حيث تنفخ فيه روح الحياة. كذلك فإن الإنسان في سن 40، أي عند انقضاء تقريبا نصف عمره، تبدي روح الصدق إذا وجدت آثارها بصورة بارزة، وهذه السنة السن 40 هي مباركة لعباده الصالحين.
ما نعني بكل هذا، يعني لابد أن نشرح هذا بشكل أكثر مفصل. هو يعقد حضرته مماثلة أو مشابهة بين التطور في حالة الجنين عند منتصف يعني دورة حياته في رحم الأم، يعني عندما ينتقل من الحالة النباتية إلى الحالة الحيوانية عند 4 أشهر و10، يعني اللي هي تقريبا منتصف فترة الحمل، ويقارن هذا التحول بحياة الإنسان عندما ينتقل أو يحدث عنده هذا التحول عند عمر 40، وهي تقريبا تشكل تقريبا منتصف حياة الإنسان. فقبل 40 هنا يتحدث حضرته كيف أن الإنسان يكون تحت تأثير الحالة الطبيعية وحالة النفس الأمارة بالسوء واللوامة التي نحن قلنا أن هاتين الحالتين متلازمتين يعني في الإنسان، ولكنه يكون فيما قبل 40 ضعيفا متبعا لشهواته ورغباته، لديه طموح. هو يتحدث حضرته أنه في فترة الطفولة هو أصلا لا يميز، ثم تأتي مرحلة المراهقة ويندفع تحت تأثير ثوائره النفسانية والشهوانية، وبعد ذلك يصبح لديه أهداف وطموح، دراسة وزواج ومستقبل. ففي هذه المرحلة ما قبل 40 الإنسان هو تحت تأثير هذه الرغبات وهذا الطموح، حتى أنه لو أنه دعا الله سبحانه وتعالى أو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فسيكون دعاءه هذا مشوبا بتحقيق أمنياته، ولكن عندما يبلغ الإنسان ويدخل 40 سنة ويشتد عوده الروحاني دعني أقول، هنا يحدث هذا التحول ويعني هذا الانقلاب. لكن يبين حضرته أن الإنسان الذي ارتكب من السيئات بحيث أن فطرته السليمة قد يعني طمست، وأن الحالة الطبيعية قد يعني أثرت به بحيث أنها هزمت النفس اللوامة، أن هذا الإنسان حتى لو بلغ سن 40 سوف لن يكون عليه من السهل أن ينشأ هذه النشأة الأخرى أو هذه الحياة الأخرى. الإنسان عندما يبلغ سن 40 يصبح أكثر تدبرا وتفكيرا في الحياة، يعني بمعنى أن هذا الإنسان في هذه المرحلة إذا ما جاهد نفسه يستطيع أن يصل إلى هذه الحالة الأخلاقية والحالة الروحانية. يعني هذا الكلام يعني ينبهنا إلى أمر خطير، بداية إلى دور يعني أولياء الأمور والمسؤولين في تربية أبنائهم، لأن إذا نحن تركنا أبنائنا تحت تأثير الحالة الطبيعية والحالة البهيمية في هذه الفترة ونحن نقول عندما يكبروا سوف يعني يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وسينتبهوا إلى الغاية من وجودهم، أن يقول المسيح الموعود عليه السلام أنهم سوف يعني يواجهوا صعوبة كبيرة حتى لو بلغوا 40 سنة من عمرهم. ولكن أيضا يبين حضرته أن الإنسان في هذه المرحلة عندما يبلغ سن 40 يبدأ أو يصبح من السهل عليه أن يدخل المراتب الروحانية، المرحلة مثلا الصديقية ومرحلة الشهداء، وكما نعلم أن الأنبياء يعني قد بعثوا على هذا العمر. القضية كالتالي، القضية أن سن 40 في الواقع هي على ما يبدو وكأنها الموسم، الوقت المناسب لنشوء الحالة الروحانية، يعني القصد أن الإنسان في خلال فترة الشباب إلى فترة 40 إذا كان ملتزما بالصدق ويحاول أن يتخلق بالأخلاق وما إلى ذلك بالأخلاق الفاضلة سيجد أن حياته قد تغيرت بعد 40، وسيلحظ الناس على فكرة أنه يعني كان في السابق إنسانا جيدا ولكنه بعد 40 وكأنه قد انقلب انقلابا عظيما، وكأن نورا قد فاض، وكأن حالته قد أصبحت يعني أصبح الفارق مهول بينها وبين الحالة السابقة، مع أن هذه الحالة إنما هي نشأت بسبب
التراكم بسبب تراكم المجاهدة خلال فترة الشباب. فهي يعني ليس كل إنسان يكون عمره 40 سنة فجأة ترى هذا التغيير المفاجئ، إلا إذا كانت هناك بدايات طبعا ومحاولة. القصد أن هذا التغيير يحدث، يعني الإنسان الصالح يجب أن يصبر يجب أن يصبر، فعند ذلك سيجد أن سن 40 في الواقع هو السن الأنسب لظهور هذه الحالة الروحانية. هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تظهر قبل ذلك، يمكن عند بعض الناس يمكن أن تظهر قبل 40 ويمكن أن تظهر متأخرة أيضا. يعني هذه ما أسماها الخليفة الثاني في بعض الأحيان بمرحلة النضج الروحاني، وعند بعض الناس لا يمكن أن يصلوا إليها، يعني يموتون ولا يصلون إلى هذه المرحلة. القصد أنها في سن 40 هي السن الملائمة التي من خلالها أو في, في, في تلك الفترة تظهر ثمرات المجاهدة وثمرات الصدق وثمرات التخلق بالأخلاق الفاضلة، فيندفع الإنسان نحو الصدق ونحو الأخلاق الفاضلة ويدخل في النفس المطمئنة في هذا السن. نأخذ اتصال ليلى من الجزائر. السلام عليكم أخت ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. تحية للجميع وإلى أمير المؤمنين الذي أكن له كل الحب والاحترام والتقدير، ولكل الفخر العظيم أن يكون أمير المؤمنين متواجد في كل بيت أحمدي. فكل أحمدي يرى نفسه في إمامنا، ليس من طبع التباهي، ولكن كلما أرى أمير المؤمنين يجوب حول العالم لقول وإظهار كلمة الحق في ديننا ورسولنا الكريم، فهذا شرف لنا جميعا، وأحس فعلا بالتباهي لأني واحدة من جماعة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ومن أتباعه. ومهما كانت لي من كلمات فلا تعوض إحساسي بالمكانة التي تواجدت فيها بفضل الله تعالى. ولرجاء خاص لأستاذي الكريم تميم أبو دقة أن يدعو لي ولزوجي مبروك بالقاسم ولكل الأخوان بالجزائر على الثبات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. طبعا نحن تبقى فقط 4 دقائق، ربما كلمة أخيرة أستاذ تميم. يعني القصد في الواقع أن هذه المعارف التي بينها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، والتي بين بأنها معارف قرآنية ليست مجرد فلسفات هو ابتكرها أو فكر فيها، وإنما هي معارف قرآنية أصيلة ذكرها القرآن الكريم وقدم الوسائل والسبل من أجل تحقيقها، هي في الواقع عبارة عن درة عظيمة من درر هذا التعليم الإسلامي، درة عظيمة في الواقع تبهر الجميع وتظهر جمال هذا الإسلام وجلاله. وهي ليست مجرد أمور نظرية، يعني ليست مجرد أفكار تنتظر التطبيق، وإنما قد ثبت بالوجه القطعي وبالتطبيق العملي أن هذا ما قد حدث على يد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما فعلا غير الناس الهمج الذين لم يكن يهمهم إلا تلبية أمورهم ونوازعهم الطبيعية، وحولهم إلى أناس أخلاقيين، بل إلى أناس ربانيين، وأناس يعني كانوا في جهالة وفي ظلمة حالكة تحولوا إلى معلمي العالم وإلى أناس ينشرون النور في جميع أنحاء العالم. هذا كله بفضل هذه التعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي طبقها حضرته بكل قوة. الكرام شكرا لكم، جزاكم الله خير الجزاء أخي عبد القادر أخي تميم، ونشكركم أنتم أيضا. نختتم هذه الفقرة من كلام المسيح الموعود يقول فيها عليه السلام: أقول بكل تحد وثقة إني على الحق، وسأنال الفتح في هذا المجال بفضل الله تعالى، وبقدر ما أستطيع أن أنظر ببصيرتي أرى العالم خاضعا لصدقي، قرب أن أحقق فتحا عظيما، لأن لسانا آخر يتكلم مؤيدا للساني، ويدا أخرى تجري لتقوية يدي، الدنيا لا تراها ولكنني أراها، إن روحا سماوية تنطق من داخلي، وتنفخ الحياة في كل كلمة وحرف تخرج من فمي، هناك ثوران وهياج في السماء، بعث هذه الحفنة من التراب حركها كما تحرك الدمية، سيدرك كل من لم يغلق باب التوبة في وجهي أني لست من عند نفسي. هل تبصر العيون التي لا تستطيع تمييز الصادق؟ وهل يعتبر حيا من لا يحس بهذا الصوت السماوي؟ لقد حان أن ينتشر في البلاد توحيد الله الحقيقي الذي يشعر به سكان الصحاري والبراري والغافلون عن هذه جميع التعاليم أيضا. عندها لن تبقى في الدنيا أي كفارة زائفة ولا إله زائف، ويد الله القوية سوف تبطل مكائد الكفر كلها
ولكن ليس بسيف ولا ببندقية، بل بتنوير الأرواح المستعدة وإنزال النور على القلوب الطاهرة. عندها ستفهمون كل ما أقوله الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله تطمئن.